يسعى المنتخب الهولندي من خلال مشاركته في بطولة كأس العالم لكرة القدم إلى فك سوء الحظ الذي طالما لازمهم، حيث حرمهم سوء الطالع من حصد أي لقب عالمي رغم وصولهم للنهائي 3 مرات من قبل. وسبق وأن شارك منتخب الطواحين في نهائيات كأس العالم 10 مرات، واصطدموا في نهائيين بالدولة المضيفة، حيث خسروا النهائي الأول عام 1974 من ألمانيا، ثم تكرر السيناريو أمام الأرجنتين في النهائي الثاني عام 1978، قبل خسارة نهائي ثالث بلغوه في جنوب إفريقيا 2010 أمام إسبانيا. وتأهل منتخب هولندا إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022 عقب تصدره ترتيب المجموعة السابعة في التصفيات الأوروبية، إذ جمع 23 نقطة في 10 مباريات، ووضعت القرعة المنتخب الهولندي في المجموعة الأولى مع السنغال، الإكوادور وقطر. ويتسلح منتخب هولندا خلال المونديال بكوكبة من النجوم، أبرزهم فيرجيل فان دايك ودالي بليند وماتياس دي ليخت وفرينكي دي يونغ ومنفيس دي باي. ويتولى المخضرم لويس فان خال تدريب منتخب هولندا في قطر بعد غياب الطواحين عن نسخة روسيا 2018.